19 من مارس تاريخ النصر الجزائري. 19 من مارس تاريخ القادة الوطنيين. 19 من مارس تاريخ تكريم فرنسا للحركة والجزائر لا تنسى. 19 من مارس 2023 تاريخ اختاره شباب وطنيون يكون يوم احتفال بشوارع باريس بالنصر الجزائري على فرنسا. اختاره الوطنيون المنتصرون الذين يشعرون بالنصر يكون يوما لتذكير فرنسا وغيرها بأن الجزائر سيدة ولا مكان للخوانة بين شعبها. ومن جهة أخرى شرعت المنظمات الإرهابية في التخطيط والعمل على إفشاء هذه المبادرة الوطنية. شباب 19 من مارس يؤكدون أنه من اعتاد على البطولة والوطنية وكان من نسل الجهاد حب أمن وطنه وجيش بلاده. الكل يبكي على الوطن ولا أحد يزرع برصيفه وردة. إن الجمال هو وجه الوطن في العالم، فلنحفظ جماله كي نحفظ كرامتنا.